بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا نقرأ في كتاب الإتقان في علوم القرآن لشيخ الإسلام الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله، عوضه الله الجنة، ونفعنا الله به وبعلومه، آمين. قال رحمه الله: فصل. من المتشابه آيات الصفات، ولابن اللبان فيها تصنيف مفرد نحو الرحمن على العرش استوى، وكل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولتصنع على عيني من سورة طه. وقول الله تعالى: يد الله فوق أيديهم من سورة الفتح، والسماوات مطويات بيمينه من سورة الزمر. وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها. أخرج أبو القاسم اللالكائي في السنة من طريق قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله: الرحمن على العرش استوى، قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر. وأخرج أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل عن قوله: الرحمن على العرش استوى، فقال: الإيمان غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وأخرج أيضا عن مالك أنه سئل عن الآية فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وأخرج الإمام البيهقي رحمه الله عنه أنه قال: كما هو كما وصف نفسه، ولا يقال كيف وكيف، والكيف عنه مرفوع. وقال اللالكائي عن محمد بن الحسن رحمه الله قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه. وقال الترمذي في الكلام على حديث الرؤيا: المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم قالوا: نروي هذه الأحاديث كما جاءت ونؤمن بها، ولا يقال كيف، ولا نفسر، ولا نتوهم. وذهب طائفة من أهل السنة إلى أن نؤولها على ما يليق بجلاله، على ما يليق به تعالى، ما يليق بجلاله تعالى. وهذا مذهب الخلف، وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه فقال في الرسالة النظامية: الذي نرتضيه دينا وندين الله
به عقدا اتباع سلف الأمة، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها. وقال ابن الصلاح: على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها، وإياها اختار أئمة الفقهاء وقاداتها، وإليها دعا أئمة الدين. واعلامه ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها. واختار ابن برهان مذهب التأويل، قال: ومنشأ الخلاف بين الفريقين، هل يجوز أن يكون في القرآن شيء لم نعلم معناه أو لا، بل يعلمه الراسخون. وتوسط ابن دقيق العيد رحمه الله فقال: إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب لم ينكر، أو بعيدا توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه. قال: وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرا مفهوما من تخاطب العرب قلنا به من غير توقيف، كما في قوله: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فنحمله على حق الله وما يجب له، وهو واضح في غاية الإحسان. ذكر ما وقفت عليه من تأويل الآيات المذكورة على طريقة أهل السنة، من ذلك صفة الاستواء، وحاصل ما رأيت فيها سبعة أجوبة: أحدها حكام قاتل والكلبي عن ابن عباس أن استوى بمعنى استقر، وهذا إن صح يحتاج إلى تأويل، فإن الاستقرار مشعر بالتجسيم، والتجسيم محال في حقه تعالى. ثانيها أن استوى بمعنى استولى، ورد بوجهين: أحدهما أن الله تعالى مستول على الكونين والجنة والنار وأهلهما، فأي فائدة في تخصيص العرش؟ والآخر أن الاستيلاء إنما يكون بعد قهر وغلبة، والله تعالى منزه عن ذلك. وأخرج اللالكائي في السنة عن ابن الأعرابي أنه سئل عن معنى استوى فقال: هو على عرشه كما أخبر. فقيل: يا أبا عبد الله معناه استولى؟ قال: اسكت، لا يقال استولى على الشيء إلا إذا كان له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. ثالثه أنه بمعنى صعد، قاله أبو عبيد ورد بأنه تعالى منزه عن الصعود أيضا. رابعها أن التقدير الرحمن على أن ارتفع من العلو، والعرش له استوى، حكاه إسماعيل الضرير في تفسيره، ورد بوجهين: أحدهما أنه جعل على فعلا، وهي حرف هنا باتفاق، ولو كانت فعلا لكتبت بالألف كقوله تعالى: على في الأرض. والآخر أنه رفع العرش ولم يرفعه أحد من القراء. خامسها أن الكلام تم عند قوله: الرحمن على العرش، ثم ابتدأ بقوله: استوى له ما في السماوات وما في الأرض، ورد بأنه يزيل الآية عن نظمها ومرادها. قلت: ولا يتأتى له في قوله: ثم استوى على العرش. سادسها أن معنى استوى أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه كقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد وعمد. عمد إلى خلقها قاله الفراء والأشعري وجماعة أهل المعاني، وقال إسماعيل الضرير إنه الصواب. قلت: يبعده تعديته بعلى، ولو كان كما ذكره لا تعدى بإلى، كما في قوله: ثم استوى إلى السماء. سابعها قال ابن اللبان: الاستواء المنسوب إليه تعالى بمعنى اعتدل، أي قام بالعدل، كقوله: قائما بالقسط، فقيامه سبحانه بالقسط والعدل هو استواؤه، ويرجع معناه إلى أنه أعطى بعزته كل شيء خلقه، موزونا بحكمته البالغة. ومن ذلك النفس في قوله: تعلم ما في نفسي
ولا أعلم ما في نفسك، ووجه بأنه خرج على سبيل المشاكلة مرادا به الغيب، لأنه مستتر كالنفس، وقوله ويحذركم الله نفسه أي عقوبة وقيل إياه. وقال السهيلي النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد، وقد استعمل من لفظها النفاسة والشيء النفيس فصلحت للتعبير عنه سبحانه. وقال ابن اللباني أولها العلماء بتأويلات منها أن النفس عبر بها عن الذات، قال وهذا وإن كان سائغا في اللغة ولكن تعدي الفعل إليها بفي المفيدة للظرفية محال عليه تعالى. وقد أولها بعضهم بالغيب أي ولا أعلم ما في غيبك وسرك، قال وهذا حسن لقوله آخر الآية إنك أنت علام الغيوب. ومن ذلك الوجه وهو مؤول بالذات، وقال ابن اللبان في قوله يريدون وجهه إنما نطعمكم لوجه الله إلا ابتغاء وجه ربه، المراد إخلاص النية. وقال غيره في قوله فثم وجه الله أي الجهة التي أمر بالتوجه إليها. ومن ذلك العين وهي مؤولة بالبصر أو الإدراك، بل قال بعضهم إنها حقيقة في ذلك خلافا لتوهم بعض الناس أنها مجاز، وإنما المجاز في تسمية العضو بها. وقال ابن اللبان رحمه الله نسبة العين إليه تعالى اسم لآياته المبصرة التي بها سبحانه ينظر للمؤمنين وبها ينظرون إليه، قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة نسب البصر للآيات على سبيل المجاز تحقيقا لأنها المرادة بالعين المنسوبة إليه، وقال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، قال فقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي بآياتنا تنظر بها إلينا وننظر بها إليك، قال ويؤيد أن المراد بالأعين هنا الآيات كونه علل بها الصبر لحكم ربه صريحا في قوله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، قال وقوله في سفينة نوح تجري بأعيننا أي بآياتنا بدليل قوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، قال ولتصنع على عيني أي على حكم آيتي التي أوحيتها إلى أمك أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وقال غيره المراد في الآيات كلاءته تعالى وحفظه. ومن ذلك اليد في قوله لما خلقت بيدي، وقوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى مما عملت أيدينا، وقوله تعالى إن الفضل بيد الله، وهي مؤولة بالقدرة. وقال الإمام السهيلي رحمه الله اليد في الأصل كالمصدر عبارة عن صفة لموصوف، ولذلك مدح سبحانه بالأيدي مقرونة مع الأبصار في قوله أولي الأيدي والأبصار، ولم يمدحهم بالجوارح لأن المدح إنما يتعلق بالصفات لا بالجواهر، قال ولهذا قال الأشعري رحمه الله إن اليد صفة ورد بها الشرع، والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة إلا أنها أخص،
والقدرة أعم كالمحبة مع الإرادة والمشيئة، فإن في اليد تشريفا لازما. وقال البغوي رحمه الله في قوله بيدي، أي في تحقيق الله التثنية في اليد، دليل على أنها ليست بمعنى القدرة أو القوة والنعمة، وإنما هما صفتان من صفات ذاته سبحانه. وقال مجاهد: اليد هاهنا صلة وتأكيد، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك. قال الإمام البغوي: وهذا تأويل غير قوي، لأنها لو كانت صلة لكان لإبليس أن يقول: إن كنت خلقته فقد خلقتني. وكذلك في القدرة والنعمة، لا يكون لآدم في الخلق مزية على إبليس. وقال ابن اللبان: فإن قلت فما حقيقة اليدين في خلق آدم؟ قلت: الله أعلم بما أراد، ولكن الذي استثمرته من تدبر كتابه أن اليدين استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضله، ولنورها القائم بصفة عدله، ونبه على تخصيص آدم وتكريمه بأن جمع له في خلقه بين فضله وعدله. قال: وصاحبة الفضل هي اليمين التي ذكرها في قوله: والسماوات مطويات بيمينه. ومن ذلك الساق في قوله: يوم يكشف عن ساق، ومعناه عن شدة وأمر عظيم، كما يقال: قامت الحرب على ساق. أخرج الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن قوله: يوم يكشف عن ساق، قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب. أما سمعتم قول الشاعر: اصبر عناق إنه شر باقي، قد سن لي قومك ضرب الأعناق، وقامت الحرب بنا على ساق. قال ابن عباس: هذا يوم كرب وشدة. ومن ذلك الجنب في قوله تعالى: على ما فرطت في جنب الله، أي في طاعته وحقه، لأن التفريط إنما يقع في ذلك ولا يقع في الجنب المعهود. ومن ذلك صفة القرب في قوله تعالى: فإني قريب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي بالعلم. ومن ذلك صفة الفوقية في قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، والمراد بها العلو من غير جهة. وقد قال فرعون: وإنا فوقهم قاهرون، ولا شك أنه لم يرد العلو المكان. ومن ذلك صفة المجيء في قوله تعالى: وجاء ربك، وقوله تعالى: أو يأتي ربك، أي أمره، لأن الملك إنما يجيء بأمره أو بتسليطه، كما قال تعالى: وهم بأمره يعملون، فصار كما لو صرح به. وكذا قوله: فاذهب أنت وربك فقاتلا، أي اذهب بربك، أي بتوفيقه وقوته. ومن ذلك صفة الحب في قوله تعالى: يحبهم ويحبون، فاتبعوني يحببكم الله. وصفة الغضب في قوله تعالى: غضب الله عليها. وصفة الرضا في قوله تعالى: رضي الله عنهم. وصفة العجب في قوله: بل عجبت، بضم التاء، وقوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. وصفة الرحمة في آيات كثيرة. وقد قال العلماء: كل صفة يستحيل حقيقتها على الله تفسر بلازمها.
قال الإمام فخر الدين رحمه الله تعالى: جميع الأعراض النفسانية، أعني الرحمة والفرح والسرور والغضب والحياء والمكره والاستهزاء، لها أوائل ولها غايات. مثاله الغضب، فإن أوله غليان دم القلب، وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه. فلفظ الغضب في حق الله لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب، بل على غرضه الذي هو إرادة الإضرار. وكذلك الحياء له أول، وهو انكسار يحصل في النفس، وله غرض وهو ترك الفعل. فلفظ الحياء في حق الله تعالى يحمل على ترك الفعل لا على انكسار النفس، لأنه تشبيه. وقال الحسين بن الفضل: العجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه. وسئل السيد الجنيد رحمه الله عن قوله: وإن تعجب فعجب قولهم، فقال: إن الله لا يعجب من شيء، ولكن الله وافق رسوله فقال: وإن تعجب فعجب قولهم، أي هو كما تقول. ومن ذلك لفظ عند في قوله: إن عند ربك، ومن عنده، ومعناها الإشارة إلى التمكين والزلفى والرفعة. ومن ذلك قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم. قال البيهقي رحمه الله: الأصح أن معناه أنه المعبود في السماوات وفي الأرض، مثل قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال الأشعري: الظرف متعلق بيعلم، عالم بما في السماوات والأرض. ومن ذلك قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، من سورة الرحمن، أي سنقصد لجزائكم. تنبيه. قال ابن اللباني رحمه الله تعالى: ليس من المتشابه قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، لأنه فسره بعده بقوله: إنه هو يبدئ ويعيد. تنبيها على أن بطشه عبارة عن تصرفه في بدئه وإعادته وجميع تصرفاته في مخلوقاته. فصل. ومن المتشابه أوائل السور، والمختار فيها أيضا أنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله. أخرج ابن المنذر وغيره عن الشعبي أنه سئل عن فواتح السور فقال: إن لكل كتاب سرا، وإن سر هذا القرآن فواتح السور. وخاض في معناها آخرون، فأخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ألف لام ميم، قال: أنا الله أعلم. وفي قوله: ألف لام ميم صاد، قال: أنا الله أفصل. وفي قوله تعالى: ألف لام را، قال: أنا الله أرى. وأخرج عن من سعيد طريق سعيد وأخرج من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ألف لام ميم وحاميم ونون، قال: اسم مقطع. وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ألف لام را وحاميم ونون حروف الرحمن مفرقة. وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن كعب القرضي قال: ألف لام را من الرحمن. وأخرج عنه أيضا قال:
ألف لام ميم صاد. الألف من الله والميم من الرحمن والصاد من الصمد. وأخرج أيضا عن الضحاك في قوله ألف لام ميم صاد قال أنا الله الصادق، وقيل ألف لام ميم صاد معناه المصور، وقيل ألف لام ميم راء معناه أنا الله أعلم وأرفع، حكاهما الكرماني في غرائبه رحمه الله. وأخرج الحاكم وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كافها يا عين صاد قال كاف هاد أمين عزيز صادق. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله كافها يا عين صاد قال هو هجاء مقطع، الكاف من الملك والهاء من الله والياء والعين من العزيز والصاد من المصور. وأخرج عن محمد بن كعب مثله إلا أنه قال والصاد من الصمد. وأخرج سعيد بن منصور وابن مردوية من وجه آخر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كافها يا عين صاد قال كبير هاد أمين عزيز صادق. وأخرج ابن مردوية من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كافها يا عين صاد قال الكاف كالكافي والهاء الهادي والعين العالم والصاد الصادق. وأخرج من طريق يوسف بن عطية قال سئل الكلبي عن كافها يا عين صاد فحدث عن أبي صالح عن أم هاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كاف هاد أمين عالم صادق. كاف هاد أمين عالم صادق. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله كافها يا عين صاد قال يقول أنا الكبير الهادي علي أمين صادق. وأخرج عن محمد بن كعب في قوله طه قال الطاء من ذي الطول. وأخرج أيضا عنه أيضا في قوله طاسين ميم قال الطاء من ذي الطول والسين من القدوس والميم من الرحمن. وأخرج عن سعيد بن جبير في قوله حاميم قال حاء اشتقت من الرحمن وميم اشتقت من الرحيم. وأخرج عن محمد بن كعب في قوله حاميم عين سين قاف قال الحاء والميم من الرحمن. والعين من العليم والسين من القدوس والقاف من القاهر. وأخرج عن مجاهد قال فواتح السور كلها هجاء مقطوع. وأخرج عن سالم بن عبد الله قال ألف لام ميم وحاميم ونون ونحوها أسماء لله مقطعة. وأخرج عن السدي قال فواتح السور أسماء من أسماء الرب فرقت في القرآن. وحكى الكرماني في قوله قاف قال إنه حرف من اسمه قادر وقاهر. وحكى غيره في قوله نون إنه مفتاح اسمه تعالى نور وناصر. وهذه الأقوال كلها راجعة إلى قول واحد وهو أنها حروف مقطعة كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه تعالى، والاكتفاء ببعض الكلمة
معهود في العربية. قال الشاعر: قلت لها قفي، فقالت قاف، أي وقفت. وقال: بالخير خيرات، وإن شرا ف ولا أريد الشر إلا أنت. أراد وإن شرا فشر، وإلا أنت شاء. وقال: ناداهم أن ألجموا الأتى، قالوا جميعا كلهم إلا ف. أراد: ألا تركبون، ألا فاركبوا. وهذا القول اختاره الزجاج. وقال: العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها، وقيل إنها الاسم الأعظم، إلا أن لا نعرف تأليفه منها. كذا نقله ابن عطية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.